واحد من الشروط اللي ممكن أنا أضيفها مع الوير الـ is not null، بحيث إنه أنا أشرط عليه مثلا إنها ما تكون القيم هذه null. خلينا ناخد تطبيق عملي عليها على الـ is not null ونشوف شو ممكن يطلع معي نتائج. نقول مثلا بدي إياه وير مثلا بشكل بسيط كده is null. خلينا نصلح الفورمات ونعمل execute، رجع لي إياها فاضي، كأنه بيقول لي department name فيش فيها ولا واحدة null. طيب لو ضفنا له النوت شو ممكن يصير؟ رجع لي إياهم كلياتهم. طب لو بدي أطبق هاي الشغلة على ال employees table وأشوف شو ممكن يطلع لي إياه، وأقول له first name أدور على null name في ال first name في ال employees، بلاقي إنه طلع لي إياهم كلياتهم null، فيش عنده ولا قيمة null. طب not null اللي هو العكس، وأروح أطبقها بلاحظ إنه هو رجع لي إياهم كلياتهم. هذا بالنسبة ل null و is not null. طيب نشوف لو رحنا على department name من employees اللي اسمه، أو سوري من tables اللي اسمه department، department واخترت اللي هو debt name وقلت له بدي الديب نمبر is not null، قل له ديب نمبر is not null واروح اشغله، بلاحظ انه رجع لي مجموعة من ال department name واللي هي مش null، ما بتحتوي على قيمة او قيم فاضية فيها. هذا بالنسبة لموضوع department أو سوري موضوع النل is null و is not null، برجع القيم اللي فيها قيم فارغة.